وما أدريك ما الحطمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدد يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله